بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي. فشل خطة المغضوب عليهم أو اللي ما يتسموش جعلهم كل شوية يقللوا 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 الأهداف زي ما هنقول دلوقتي. مش بس كده، في خسائر كبيرة جدا في جيش أو في صفوف جيش اللي ما يتسموش أو المغضوب عليهم. برضو مش بس كده، أمير قطر بيزور القاهرة وقابل السيسي، الأمير تميم قابل السيسي في قلب القاهرة عشان يتناقشوا في الملف الفلسطيني. تعالوا بينا نبدأ بآخر خريطة محدثة طالعة من العدو أو من جيش اللي ما يتسموش. لو هتلاحظ كده تلاقي تقريبا مفيش فيها أي جديد يذكر زي ما حضرتك شايف. تقدمات طفيفة زي ما هنشرح دلوقتي بيوضح إن الإيه؟ الأهداف صغرت. تعالوا بينا ندخل على طول في آخر التطورات. زي ما حضرتك شايف الخريطة اللي قدام حضرتك أو الصورة اللي قدام حضرتك دي بتشرح لك الوضع الحالي دلوقتي. أنت مركز معايا؟ زي ما ظهر قدام حضرتك من الجبهة الشمالية جم يدخلوا حي الكرامة فشلوا. من هنا كده جم يدخلوا حي الكرامة فشلوا، وحي الشاطئ هنا أو مخيم الشاطئ فشلوا. عملوا ايه؟ عملوا التفاف من الكرامة كده ومن الكرامة كده ووصلوا للشيخ رضوان، جم يدخلوا الشيخ رضوان فشلوا، وبرضو جم يدخلوا جباليا او مخيم جباليا فشلوا. توجهوا على طول للمنطقة اللي فيها المستشفيات، مستشفى العيون بقى ومستشفى النصر ومستشفى الرنتيسي، المستشفيات دي والدبابات زي ما نشرنا على منصة اكس. بالفعل دخلت مستشفى الرنتيسي وحصروا الناس، والناس جاي تيجي تخرج يضربوهم بالنار، بعدين يرفعوا الرايات البيضة، بعدين يضربوا اعمالهم 3-4-5، وبعدين لحد ما خرجوا. نفس الكلام في النصر، نفس الكلام في العيون. طب الهدف ايه يا ابراهيم؟ ده كل ده من الجبهة الشمالية. الجبهة الجنوبية هقول لك الهدف دلوقتي. الجبهة الجنوبية من حي الرشيد تقدموا وصلوا تقريبا للميناء، تمام كده؟ بقى لهم على مستشفى او مجمع مستشفى الشفاء تقريبا 500-600 متر. اشمعنى مستشفى الشفاء؟ دي تقدر تسميها كده جنب المستشفى المنطقة الإدارية للقطاع، زي ايه؟ زي مبنى البلدية، زي مبنى المحافظة، ايا كان التسمية بتختلف من بلد لأخرى، اللي هي منطقة الإدارة. ارجع لي بقى هنا كده زي ما ظهر قدام حضرتك على الخريطة هنا. الهدف الأولي كان ايه؟ ان احنا هنسيطر على القطاع كله، ولسه الكلام على القطاع، تمام. بعد شوية قالك لا هنقسمه، جم يدخلوا من هنا فشلوا، جم يدخلوا من هنا فشلوا. طبعا القصف شغال هنا حتى في رفح النهاردة، وضربوا بيت مأهول بالسكان وفي قتلة، تمام. قالوا خلاص مش هنعرف نخش، خلينا في ايه؟ في الجزء الشمالي، نحصره من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ونبدأ اقتحام. من بيت حنون فشل خلاص، دي اتلغت. من بيت لهية فشلت خلاص. نقصف جباليا عملت لهم دوشة، طب نحاول نقتحم من هنا، دخلوا لحد هنا. طيب نقفل من هنا على من هنا، حي الرشيد، منطقة الشاطئ والمنطقة دي كلها حي الشاطئ او مخيم الشاطئ، فشلوا. نعمل ايه؟ مش عارفين نعمل حاجة، ولا عارفين نحاصر القطاع، ولا نتوغل، ولا نعمل اي شيء. نعمل ايه؟ ناخد حاجة صغننة كده، جزء صغنن هنا كده، نفس مكان صابعنا كده حرفيا يعني. وصلوا للميناء وعايزين يتوغلوا كده، من هنا التفوا حوالين الكرامة ووصلوا للشيخ رضوان، وبقى لهم ايه؟ يخشوا يسيطروا على الجزء الصغنن ده، منطقة الشفاء او مستشفى الشفاء والمنطقة الادارية اللي فيها والجزء الصغير ده، يحققوا اي انتصار يذكر. بص الموضوع ايه؟ من القطاع كله لا ده احنا هناخد ايه؟ الجزء الشمالي بس، لا ده احنا هناخد منطقة الايه؟ المنطقة الادارية بس، لا ده احنا بس. هي دي القصة. فشل ذريع. كل ده قبل يوم 11، وامريكا قالت لهم ما تطولوش الوقت عشان احنا بنخسر حاجات كتيرة جدا، زي ما ظهر قدام حضرتك اخلاء مجمع النصر الطبي في القطاع بعد تهديد من اللي ما يتسموش بالقصف، اللي هي منطقة المستشفيات اللي هي هنا كده، منطقة الايه؟ المستشفيات، مستشفى النصر، الرنتيسي، العيون، و تمام كده. امريكا زي ما قلنا، زي ما ظهر قدام حضرتك، وسط مخاوف من عزلة دولية، واشنطن تحذر اللي ما يتسموش من وقت محدود في حرب القطاع. ما تطولوش الوقت قوي، اول حاجة هتغرزه، تاني حاجة هنخسر
هنخسر كل شيء وهنبقى محاصرين دوليا. خلي بالك اي حد على مستوى العالم في اي حرب قصف مدنيين، قصف مستشفيات، قصف ده، محدش يقدر يقول له دي جرائم حرب. ليه محدش يقدر يقول له دي جرائم حرب؟ هيقول لك ما انتوا سكتوا عليها هنا في اللي ما يتسموش، اللي ما يتسموش ما عملوها في القطاع ومحدش فتح بقه. طب ما في تطهير عرق هنا، طب ما في هنا تعطيش، طب ما في هنا تجويع، طب خلاص بقت مثال يحتذى به، بقى بينضرب بيها المثل. فبص خسارة دي، قانون الدولي هينضرب بيه عرض الحائط، المنظمات الدولية هينضرب بيها عرض الحائط، القانون الدولي، الأمم المتحدة، كل حاجة هينضرب بيها عرض الحائط، إلى جانب إن أمريكا خسرت كتير جدا في هذه الحرب من وجودها العالمي. وزي ما احنا عارفين في اجتماع طارئ، مش عارف طارئ ازاي برضو، للقادة العرب وقادة العالم الاسلامي في قلب الرياض لبحث التصعيد في قلب القطاع، زي ما قلنا 11/11/2023 بكرة، زي ما قال السنوار وزي ما اتكلمنا قبل كده وقلنا انه هيبقى في قرارات كده وعنتريات هنشوفها بكرة. والملاحظ النهاردة، الملاحظ ان في حالة هدوء نسبي في الاشتباكات من الطرفين، في حالة هدوء نسبي في الاشتباكات، صحيح في اشتباكات بس مش بالشكل الفظيع اللي كان في الايام القليلة القادمة، وفي خسائر. الواضح كده ان في حالة من الايه التهدئة قبل وقف اطلاق النار، زي ما ملاحظ قدام حضرتك ده مين؟ ده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بيستقبل الامير تميم على سلم الطائرة زي ما ظهر قدام حضرتك. سيبك بقى من الكلام اللي كان بيتقال قبل كده وقطر بتدعم مش عارف ايه وقطر بتاع كل الكلام ده في الأونطة. احنا يا جماعة اتسحلنا طول العشر سنين في حروب جانبية، بنحارب طواحين الهواء وعمالين نبقى سود على بعضنا البعض، انما لما جه العدو الحقيقي للأسف كلنا قلبنا أرانب زي ما ظهر قدام حضرتك. طيب الاتنين بيتناقشوا حوالين المساعدات الإنسانية حوالين وقف إطلاق النار والوضع في او القضية الفلسطينية بشكل عام. السيسي وامير قطر بيقول نرفض تهجير الفلسطينيين. طلع اسامة حمدان ده قيادي في الاسود وقال هناك اتصالات مع مصر وقطر للتوصل لوقف اطلاق النار مع اللي ما يتسموش لاسباب انسانية. وطلع قيادات مسؤولة في اللي ما يتسموش قالك عندنا استعداد نوافق على اي حاجة وندفع الثمن في مقابل اخراج كل الرهائن. الواضح كده ان في صفقة ما المفروض هتتضح في خلال الايام القليلة القادمة. ومحمود عباس بعد ما خد 5-6 خطوات راجع تاني يقدم نفسه ويقول مستعدون لتسلم السلطة في القطاع ضمن حل يشمل القدس والضفة. اي كلام، هو عايز بيقدم نفسه عشان حل، انا هو انا موجود، بدل ما تجيبوا دحلان وبدل ما تجيبوا تسلموا لمصر انا برضو موجود. طيب النهاردة في فيديو انتشر مفجع زي مظاهر قدام حضرتك، ده من قلب اللي ما يتسموش، هم اللي ناشرينه، شايف اهلنا وناسنا في قلب القطاع بينزحوا، والناس معذوره ما تقدرش تلومهم في اي شيء، الناس معذوره. خلي بالك كل جيلنا اتربى على مدار العشرين تلاتين او الاربعين سنه اللي فاتوا، خلي بالكوا الفلسطينيين هم اللي باعوا ارضهم، ده هم اللي عملوا كده في نفسهم. الحرب دي كشفت لنا ان هم ما باعوش ارضهم ولا حاجه، احنا اللي بعناهم للأسف. زي ما ظهر قدام حضرتك الناس جعانة عطشانة بحالة صعبة جدا. أنا بشرت على منصة إكس واحدة جرة طفلايها لمدة 5-6 ساعات مشي سحباهم كده بالعربية بتاعتهم، ووصولا عشان توصل للممر الآمن وتعبر لجنوب القطاع ضربوهم هنا طريق صلاح الدين، قصفوهم وماتوا تحولوا لأشلاء. فما فيش لا طريق امن ولا في اي حاجه، هم مش فارق معاهم القصه دي، هم عايزين يقتلوا اكبر عدد ممكن، ولا فارق معاهم اطفال ولا فارق معاهم نساء ولا فارق معاهم اي حاجه. هو الهدف الرئيسي ان الكلام ده ما يتكررش تاني، اللي هو موضوع يوم 7 اكتوبر، فعايزين يدمروك ويذبحوك زي ما قلت قبل كده. حصل قبل كده قديما ساعه دخول الصليبيين للقدس ودبحوا كل اللي كان موجود فيها وكانت الدم للركب، عشان كده اللفظ ده يقول لك ايه هيخلي الدم للركب، اللفظ ده لسه عايش من ساعتها حتى هذه اللحظه. تمام، زي ما ملاحظ قدام حضرتك مصادر طبيه في القطاع، انتشال نحو 50 قتيلا من مدرسه البراق تم قصفها النهارده، حاجه صعبه يعني، بيضربوا مدارس بيضربوا مستشفيات والعالم صم بكم عمي فهم لا ايه يفقهون اي شيء.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بدأ بقى الضغط كتير عليه، قال لقد وصل عدد الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم إلى أرقام عالية جدا، يجب أن نتوقف عن ذلك. وفي نفس الوقت بيزودوا بقنابل، القنابل بتاعة اللي ما يتسموش خلصت زودوهم بقنابل. الجيش اللي ما يتسموش سيواصل سيطرته، ده رئيس وزراء اللي ما يتسموش قال لك سيواصل سيطرته على القطاع بعد الحرب، ولن يسلم إدارة القطاع إلى قوات دولية لأنه لا يثق في القوات الدولية. السؤال أنهي قطاع؟ الواضح كده أنه عايز يعمل أي انتصار صغير وبعدين يقول لك إيه أنا كده انتصرت. أنهي قطاع؟ أنت يا ابني بتصغر يعني الأهداف بتاعتك، تسيطر على القطاع كله بعدين قلت لا الشمال، دلوقتي عايز تسيطر على الجزء الصغير ده، أين القطاع؟ فين بس؟ الواضح كده أنه عايزين يخلوها إيه؟ زي موضوع ثغرة الدفرسوار، ياخدوا حاجة صغننة وبعدين يقعدوا يتفاوضوا وبعدين يقول لك بس احنا ايه نحط شروط مع الاسود. ده اللي انا بتوقعه واحسبها عليا برضو، ان مش هيقدروا يخشوا الحرب دي ولا هيقدروا يكملوا، فبالتالي هيوصلوا النقطة ويقدموا شوية تنازلات كتيرة من تحت الترابيزة للاسود في مقابل ان الكلام ده ما يتكررش تاني، ويبدأوا زي اتفاقية ايه السلام بتاعت كامب ديفيد ما بين مصر وما بين اللي ما يتسموش، يبقى في اتفاقية معهم ويبقى معترف بيهم دوليا، ويبقى معترف ان القطاع ليه سلطة وليه جيش وليه وليه وليه، ويدوهم بعض الايه المكاسب هياخدوها الاسود. ده اللي انا بتوقعه. زي ما ظهر قدام حضرتك الخسائر كبيرة، بقول لك النهارده العدد وصل 36، بقول لك يعني ناقص يقولوا لنا عسكري ضفره انكسر، مش بهزر والله. مراحات عسكرية من اللي ما يتسموش تنقل مصابين الى مستشفى هداسة عين كارم بقلب القدس، زي ما ملاحظ قدام حضرتك بينقلوهم بالطائرات الهال في قلب المستشفى، فوق عاملين مهبط للطائرات وبينزلوا على طول. طبعا هم متقدمين في القصة دي ومهتمين قوي بموضوع الايه المستشفيات، احنا للأسف ما عندناش القصة دي، لو حد عندنا تعب بياخدوه ايه يصفروه برا، للأسف الشديد. حصلت بقى مفارقة غريبة جدا، رجال الأعمال من اللي ما يتسموش في قلب أمريكا، رجال الأعمال اللي ما يتسموش بيعرضوا $250 لكل طالب أمريكي يذهب إلى المظاهرة المؤيدة ليه اللي ما يتسموش في قلب واشنطن. الناس خدت الفلوس، بص الأمريكان المادية، خد الفلوس ونظموا المظاهرة بس عملوها إيه؟ داعمة لفلسطين. حرفيا حصلوا الفيديو نشره على منصة اكس، يعني خدوا الفلوس وعملوا اللي هم عايزينه برضو. الواضح كده ان في اتفاق تقريبا شبه مكتمل، وباقي الرتوش الاخيرة وكيفية الاخراج بتاعته، لان مكون ان الدبابات تتوغل في المنطقة دي كده وتتقدم وتحاصر المستشفيات بالشكل اللي شفناه، وما يبقاش في قتل عنيف قوي 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 زي ما شفنا مثلا في جباليا او زي ما شفنا هنا في قتل بس مش بالشكل ده، والاشتباكات النهاردة هأهدى شوية، فممكن نقول ان في حاجة بتنطبخ وفي حاجة بتتجهز في الايام القليلة القادمة. انا برجح ده، انما الواضح ان او الواضح ايه الاكيد ان اللي ما يتسموش خسروا الحرب. بس يا سيدي شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.